وهنروح للفقرة اللي بعد كده وهي فقرة ستار. فقرة ستار النهاردة نجمها هو نجم مشاكله كتير وحواديته أكتر من مشاكله كمان. والنجم ده على فكرة كل شوية حبة فوق وحبة تحت، مش أغاني أحمد عدوية ولا حاجة، لأن كل شوية يقولوا اسمه وفي كل الجرايد بيكتبوا عنه وفجأة ما نعرفش عنه أي حاجة. نجم فقرة ستار النهاردة هو النجم تامر بيجاتو. تامر بيجاتو مشاكله كتير وحواديته كتير، عشان كده اخترناه ان يكون نجم فقرتنا النهارده. يلا بينا نروح لتامر بيجاتو ونقابله ونشوفه ونعرف منه ايه الحكايه، وكمان هنلعب معاه. يسعدنا ما بين الشوطين ان احنا نلتقي مع نجم مصر ونجم نادي الاهلي السابق ونادي الزمالك ونادي المنصوره ونادي الاتحاد عثمان ونادي السويس وكل الانديه. الكابتن تامر بيجاتو. يعني ايه بيجاتو؟ هي حضرتك اسمها باجاتو. باجاتو يعني ايه؟ هي ملهاش معنى معين. احنا اصلا اهلنا صعيدة. هو ازاي؟ قول لنا تامر بيجاتو ماله؟ عامل مشاكل كتير قوي كده ليه؟ بصراحه ما كانش خالص في بالي ان انا ممكن امشي النادي، يعني خاصه ان انا كنت ماشي كويس جدا، يعني فترات الناشئين كلها في جميع المراحل كنت هداف فريقي، ورحت منتخب مصر 11 سنه كنت هداف المنتخب والمنتخب الاولمبي وكنت هداف المنتخب، فما كانش في بالي خالص ان ممكن امشي من النادي. يعني صارت على حاجه، بس في ساعات بتبقى وجهات نظر، يعني مثلا في واحد يقول لك انا مش محتاجه ده، وانا مش شايف ان هو هيفيدنا مثلا الفتره اللي جايه، حسب كل مدرب. في مدرب يجي يقول انا مش عايز اللعيب ده يبقى هيمشي. يعني مثلا اقرب مثال لينا خالص يمكن اليومين دول قدامنا مثلا احمد بلال مثلا، في الاخر قعد فتره طويله جدا ما بيلعبش خالص، كان خارج الحسابات وكان هيمشي فعلا. قعد بعد كان خلاص ماشي قعد، هو دلوقتي هو اللي شال النادي ده. فدي تبقى وجهات نظر، ممكن واحد يبقى وجهه نظره غلط، وياما لعبة كتير جدا اتظلمت بالمنظر ده. يا لعيب يا جامد يا جامد. انا اتظلمت فعلا يعني، بس نسمي بعد كده ان انا قصرت، انا مقصرش بالعكس. انا كنت السنه اللي مشيت فيها من النادي الاهلي في نفس، مش هنقول سنه بعديها بسنه، بعديها بكام شهر اصلا مشيت الاهلي، رحت المنصوره، ويمكن ده من احسن المواسم اللي عملتها. بس ما كملتش يا لا انا كملت، بدليل ان نادي الزمالك بيشتري يعني من نادي المنصوره ويدفع فلوس، يعني يدفع 100,000 جنيه عشان ياخد من نادي المنصوره، واروح نادي الزمالك واتقيد في القايمه وما العبش ولا ماتش ولا ازاي، واتمرنت شويه وما اتمرنتش بعد كده. يعني اتمرنت شويه بعد كده جه كرول بقى كمان لما جه مسك الفرقه اللي هم انا مش عايزه خالص، ما اتمرنتش. ان شاء الله باذن الله هنكسبهم 3. انا هجيب الثلاثه وتامر مش هيجيب حاجه خالص. هو نجم طبعا كبير واسمه معروف يا تامر، واسمه معروف بس مش هيجيب حاجه. انا متفق معاك وتامر مش هيجيب حاجه. انا بصراحه انا هسيب الكره اللي تتكلم، انا مش هعمل، مش هقول اي حاجه دلوقتي. ايه ده والله هتقول اهي بجد. تامر كان ليك حكايه مع كرول، قلت لي فوتو ليكس قبل ما ننزل. اول ما رحت الزمالك ما على حظي بقى، انت عارف الواحد لما حظه حلو اقول لك انا حظي الحلو بقى حصل فيه ايه. انا كنت منتخب اولمبي
وكان كرول مسكنا وكنا في المجر. المهم لعبنا ماتش اتغلبنا 7-0. نعم 7-0. شوف انت قلت ايه 7-0 يعني. يعني الفرقه كانت جامده جدا. كان مصطفى كمال جون وكان معانا معتمد ومدحت عبد الهادي ومحمد صبري وعلي ماهر وحازم واسامه نبيه وهشام حنفي وكنت انا وعبد الستار وكانت فرقه قويه جدا. خلي انت فرقه من غير 7-0. مصطفى كمال دخل في 7-0. اه بالظبط. وطبعا كنا متضايقين جدا وهو كمان كان متضايق بس هو كان ملخبط في التشكيل جدا عامل ملخبط كل الناس لعبوا في اماكن تانية خالص. انت لعبت ايه انت فرقه طبعا لعبت فيرود اه بس كنت بلعب لوحدي وكان تحتينا 2 وبيلعب باربعة ورا يعني عامل حاجة ما لعبناش بيها خالص. فبعد المباراة بنتكلم بقى يعني بقول له يعني بيقول بقى يا جماعة الماتش وانتوا ما اديتوش زي ما كنتوا عايزين زي ما انا كنت عايز ومش عارف ايه. فانا رحت نتكلم بقى فانا بقى ده نتكلم انجليزي بقى دخل نعمل سكرول حصل كذا 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 واحنا مش عارف في مكاننا و يعني مش اماكننا كلها ومش طريقتنا بنلعب بيها مش واخدين عليها في حته يعني اقول عجرفه شويه. فاول ما بدات اتكلم معاه ليه بقى وشي تاني خالص وشي احمر بقى وانتوا ما تتكلمش معايا وانتوا ما بتفهموش حاجه وما بتفهموش في الكوره وانا جاي من بلدي عشان اعلمك كوره. لقيت رد غريب قوي يعني ما يعني مش كل ده عشان قلت له انا ما بلعبش في مكان يعني او ما بلعبش بالطريقه دي ايوه فيه بالراحه وبتاع فلقيته بدأ يعني بقى ايه المناقشه بقت حاده جدا وبدأ يعني بدأ خلاص بيزعق جامد قوي بقى وانا بصراحه ما بحبش حد يزعق بالمنظر ده. فالمهم شدنا في الكلام اللي هي قلت له خلاص انا مش عايز اتمرن هي هو ده غلط مني ما قالوش بس الوضع كان كده يعني غصب عني حطيت في الموقف ده وما قلتش ادبي يعني الموضوع كان عادي قلت له انا مش عايز اتمرن. انا حظي بقى اتنقل ما نشوف بقى الدنيا اسيب الاهلي اروح المنصوره ارجع المنصوره على الزمالك يكون هو ساب مصر خالص ومشي يرجعوه على حظي يمسك نادي الزمالك. طبعا اول ما شافني بنادي الزمالك قال له انا مش عايزه كام عند الزمالك ده؟ 275,000 جنيه. ليه يعني على طول السؤال الغريب ده؟ لا عادي يعني بشوفك عشان انت محروق قوي وانت بتحكي الموضوع. لا بالعكس مبلغ كبير. لا مبلغ اه يعتبر كبير طبعا بس مش كبير بالنسبه للارقام بتاعت دلوقتي يعني. كان ليك حكايه مع خالد الغندور في ماتش الزمالك والمنصوره في الكاس. هو ماتش الكاس على فكره يعني انا حظي فيه حلو جدا معتبر يعني لان انا الماتش ده تقريبا ما كنت خارج تركيز خالص الماتش لان احنا الشوط الاولاني كنا مغلوبين 2-0 ونزلين الشوط الثاني ومتقطعين الزمالك رايح مضاع كور في العارضه وانفرادات وبتاع الماتش خلاص خلصان يمكن في ناس مشيت من الاستاد. فانا نزلت الشوط الثاني يمكن في الدقيقه 29 او 30 مش في دماغي بقى مغلوبيه 2-0 وخلاص بقى. فنزلت دوبك كوره كان مفيش بعدها بدقيقتين كوره جت بالعارضه رحت لعيبه في الجون دخل الجون بعدها كوره ثانيه برده عاليه بعدها بدقيقتين بالظبط تاك رحت عاملها راح داخله الجون بين 2-2 الملعب ولع طبعا والدنيا اتغيرت خالص بقى ماتش كاس كمان مش ماتش دوري مثلا لا ماتش كاس ولا هيتغلب هيخرج. فخالد بقى خالد على فكره انا اصحابي يعني بعيد عن الكوره بين حاجه احنا اصحاب يعني. فبعد ما جبت الجول الثاني وراح بقى على دايره السنتر كده بقى عشان يسنتروا بقى فراح باصص لي قال لي بقول لك ايه خلاص عملت الحبتين بتوعك ارحمني بقى الجمهور هيبهدلنا وهيقطعنا النهارده واتغلبنا الماتش ده قال كده فعلا نلعب اه قال لي كده. فقلت له يا عم خالد العب بقى خلاص ما انت كده كده هتكسبه. كان ماسكك ساعتها مين الباك اللي كان ماسكك؟ كان مدحت حبيبك يعني اه الحمد لله اه حبيبي طبعا من زمان انا ومدحت على طول ماتشات الاهلي والزمالك كنا على طول ضد بعض فكان بقى في بقى مباراه جانبيه بيني وبينه على طول. فالماتش ده بالذات بيمسك من الفانيلا بقى وكده وانت بتلعب وبتاع مدحت بيعمل كل حاجه. مين مسك الاعلى؟ مثل الاعلى الكره عامة يعني هو واحد بعيد عني خالص هو مارادونا طبعا يعني. شكرا بس طبعا شكراً. يعني اه عشان كده لمست لك مارادونا النهارده بس طبعا يعني مارادونا بعتبره مش لعيب كوره بعتبره معجزه يعني في الكوره بعيدا بعيدا اي ما اقدرش اقارنه باي حاجه ثانيه لا والله الصراحه يعني موضوع كباري وكمان مركزي فيه قوي يعني مش بقى خدت كوبري فهخش على كل واحد عامل رجلي كده بقى لا بالعكس انا بلعب عادي الطبيعي يعني. في لعيبه جديد جدا بتتنشن من الموضوع ده قوي يعني الموضوع يمكن موضوع التمثيل هو اللي كان قدامي كذا حاجه كنت هعملها بس يعني اجلت الموضوع ده لغايه ما مش وقته دلوقتي مش وقته دلوقتي وفي يوم من الايام برضه هنشوف تامر بيجات الممثل على التلفزيون
وفي السينما وبينافس احمد السقا وبيعمل ملايين اللي احمد السقا برضه بيعملها. تامر قبل ما اختم معاك الحلقه احنا طبعا انبسطنا بيك النهارده، بس عايز اسالك سؤال، في اختلاف عن اي برنامج؟ المره دي حاسس ان انا براحتي جدا ومش حاسس التقليدي بقى ان انا قاعد بقى وازاي ويمين وشمال لا بالعكس انا حاسس ان انا براحتي خالص. ممكن اتكلمنا في كلام ما اتكلمناش قبل البرنامج، فدي حاجه كويسه الواحد يتكلم في حاجه. ولعبنا بعض كوره ولعبنا كوره وبهدلنا خلاص. اخر حاجه في حلقتنا النهارده هو سؤال المشاهدين، وسؤالنا اللي هيجاوب عليه هيكون ضيفنا وضيف نجم حلقتنا الحلقه اللي جايه. سؤالنا سهل قوي عشان اول حلقه بس. سؤال بيقول مين هو هداف كاس العالم 1982؟ مين هو هداف كاس العالم 1982؟ لو عرفت اجابه سؤالنا اتصل على اي رقم من الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، ممكن تكون ضفنا مع نجمنا الحلقة اللي جاية. على فكرة سؤالنا سهل قوي علشان اول حلقة. باي باي. الحمد لله الماتش النهاردة كان ماتش كويس قوي، وعشان الجماهير دي كلها الحاضرة وعشان مصر بنادي بسم الله الرحمن الرحيم الفوز ده لكل الجماهير الحاضرة. لا بالله بعد ما خلص جالك بسم الله الرحمن الرحيم. لا بعد لا هو جاب في العيب العيب ياخد نفسه وبيحمد من جربه. بص صور ايد متغرقه.